تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة وصباح يوم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. نصبح عليكم بالخير جميعا، وأيضا آمنة صباح الخير وصباح السعادة. صباح النور والسرور أخوي عبد الله. الله يحييك، صباح السعادة وصباح الصحة. ومستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة دائما نذكركم بتواصلكم معنا وأيضا ملاحظاتكم على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نبدأ فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وأيضا نقول بأن فيروس كورونا ما زال موجودا، وعلينا جميعا الالتزام بهاي الإجراءات الوقائية، ومنها طبعا المحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، ولبس الكمام وبالأخص في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بشكل مستمر. خلنا نستعرض معاكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما عندنا أخبار محلية وعالمية، وخبرنا الأول اليوم تحت عنوان أفضل أنواع الزيوت للمحافظة على صحة المصابين بداء السكري. خبرنا الثاني اكتشاف خاصية مفيدة غير متوقعة لعصير الطماطم، ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم بنتكلم عن أحد أهم الخدمات أو العيادات المميزة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وحدة الحمل المبكر. وأيضا كما عودناكم يوميا عندنا مصطلح طبي، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم التهاب السحايا، وبنتكلم أكثر عن المصطلح هذا. أما فقرة التغذية فوائد الشاي الأخضر، وبتكون معانا الأستاذة مريم علي وبتعطينا أكثر عن فوائد الشاي الأخضر. وآخر فقرة في فقرات برنامجنا هذا اليوم رعاية المرأة ما بعد الولادة، وبنتكلم مع الدكتورة مي غباش. هاي كل فقراتنا مستمعين الأعزاء مثل ما تلاحظون متنوعة وفيها المعلومات المفيدة. ونرجع معاكم مع فقرة الأخبار، وبناخذ أول خبر اختي آمنة، أفضل أنواع الزيوت للمحافظة على صحة مرضى السكري. ومثل ما تعرفين اختي آمنة بأن المصابين بداء السكري طبعا لا يوجد هناك مثلا غذاء معين أو تغذية معينة خاصة لهم، ولكن دائما ينصح بأنهم يتناولون يعني تغذية أو وجبات غذائية متوازنة. طبعا الزيوت تلعب دور كبير جدا في التأثير على مستويات الجلوكوز بالدم، لهذا لابد أن الشخص المصاب بداء السكري يعرف ما هي الزيوت اللي مضرة والزيوت النافعة. فخلنا نخبر مستمعين الأعزاء اختي آمنة ما هي الزيوت المفيدة واللي ينصح بتناولها للناس أو المرضى المصابين بداء السكري، واللي هي نفس الوقت بعد ما ترفع مستويات الجلوكوز.
طبعا أخوي عبد الله اليوم بنعرفهم على ثلاث أنواع من أنواع الزيوت، واللي هو زيت جوز الهند. أولا، يعتقد خبراء التغذية أن زيت جوز الهند من أفضل زيوت الطهي لمرضى السكري. نعم. وأظهرت دراسة أن زيت جوز الهند قد يدعم التوازن الطبيعي للجلوكوز ويعزز جهاز المناعة من خلال استقطاب الأحماض الدهنية، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. وعندنا كذلك زيت الزيتون البكر وكذلك زيت الجوز. وزيت الزيتون البكر تميل الوجبات المصنوعة من زيت الزيتون إلى رفع كمية صغيرة فقط من سكر الدم مقارنة بزيت الذرة. وأما زيت جوز الهند فهو فعال ضد مرض السكري من النوع الثاني، كونه غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. نعم أختي آمنة، مثل ما ذكرتي أن هاي هي الزيوت المفيدة للمرضى المصابين بداء السكري، وكل زيت ذكرتي له فوائد كثيرة جدا. ومن موضوع أفضل أنواع الزيوت للمحافظة على صحة مرضى السكري، خلنا ناخذ معاك أختي آمنة فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله وأختي آمنة، وعليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة، ومثل ما يقولون اليوم الأربعاء ماخذ طابع الخميس. اليوم الأربعاء المتخمس. نتمنى للكل إجازة طويلة وجميلة وممتعة، وأهم من هذا كله الالتزام بالإجراءات الوقائية. صحيح. لما نظهر من البيت وما نحرم عمرنا من الطلعة في الإجازة الحلوة والجو الجميل، وخصوصا ان عندنا يوم الجمعه ان شاء الله بيبدا تحدي دبي للياقه، واهم شيء الكمامات المعقمات والتباعد الجسدي يكون موجود بيننا وبين اللي حولنا. نعم. ناخذ ايضا بعض من الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي يوم امس دشنت هيئه الصحه بدبي مركز الضيافه الصحي، وهو مركز متخصص في علاج الامراض المعديه والساريه والوبائيه. المركز موجود في منطقه دبي الصناعيه، تقريبا حاليا فيها 88 غرفة وجانب العيادات المتخصصة، وهم متكامل كامل الصيدلة والمختبر وقسم الأشعة التخصصية والمتابعة كلها موجودة في أي مكان. وأيضا المركز هذا مستقبلا قادر وفي الكاباسيتي أنه يكون إلى 170 غرفة في حال احتاج المركز. هاي من ضمن الأشياء اللي كان حطيناها أمس، والمركز بصراحة الفيو فيه وايد حلو، يعني وايد المركز حلو، فحطينا فيديو متكامل أيضا. صحيح. عن الافتتاح المركز والأقسام الموجودة داخل المركز، يعني نتمنى من الجميع اللي يشوفوا يقولون رأيهم في الفيديو المنشور في قناة التواصل الاجتماعي. نعم. أيضا نحن مستمرين في حملة سرطان الثدي ونشر الوعي في عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومنها وصلتنا بعض الأسئلة إن شو هي عوامل الخطورة، خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وتم وضعها أمس في قنوات التواصل الاجتماعي. قبل ما نختم نتمنى من الجميع الالتزام وأيضا الاستفادة من خدماتنا الإلكترونية والذكية والأشياء الموجودة في التطبيق الإلكتروني. أيضا ممكن أن يأخذوا الموعد لتطعيم الإنفلونزا وأيضا لفحص كورونا من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. ودمتم بصحة وسعادة وإجازة سعيدة إن شاء الله. شكرا أختي أسمى الجناحي، ودمتي بصحة وسعادة وأيضا إجازة سعيدة وموفقة لك إن شاء الله. مستمعين الأعزاء وأيضا أختي آمنة، قبل لا نطلع الفاصل وبتكون فقرتنا الجاية إن شاء الله فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، ولكن نذكر دائما مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص كورونا في مراكز التسوق في إمارة دبي، ونذكركم بهاي المراكز مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم مستمعين الأعزاء التواصل أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي على 800-342 للمزيد من المعلومات حول هاي الخدمة المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وأيضا من خلال مركز الاتصال بإمكانكم أخذ المواعيد اللازمة. خلنا أختي آمنة عيال ناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا اليوم عنوان جميل الحقيقة أو خدمة مميزة من مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، عنوانها وحدة الحمل المبكر. فمستمعينا بناخذ فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة هذا ما كل
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا، ويا مرحبا بكل من انضم إلينا في برنامجنا الإذاعي، برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما نذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا خلال الساعة على الأرقام 6005514 14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا وفقرتنا الثانية فقرات خدمات هيئة الصحة بدبي، بنتكلم اليوم عن قسم مهم ومميز كخدمات لفئة الحوامل اللي هي وحدة الحمل المبكر. مستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون بأن مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي مستشفى متخصص للحوامل والأطفال. اليوم الحقيقة يعني نتشرف بأن تكون معنا الدكتورة أمل القدرة، استشارية نساء والولادة في مستشفى لطيفة بدبي بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم معاها عن هاي الوحدة المميزة، شو خدماتها وما هو المقصود بوحدة الحمل المبكر. دكتورة أمل، صبحت الله بالنور والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسرور، وإن شاء الله الجميع كلهم بخير وصحة وسلامة. الله يسلمك دكتورة. نحن الحقيقة يعني دائما فخورين ودائما يعني نتشرف بأن يعني تكونين معنا في هذا البرنامج الحيوي، برنامج صحة وسعادة، ونسمع دائما بهاي المبادرات الجميلة والخدمات المميزة اللي يقدمها مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة دكتورة، وحدة الحمل المبكر مثل ما نعرف بأن من الوحدات ومن الأقسام المهمة اللي يتم من خلاله يعني متابعة فئة معينة من النساء يعني اللي يحتاجون عناية خاصة. طبعا المستشفى ما شاء الله خدماته مميزة ومعروفة، ولكن حابين نعرف أكثر دكتورة ما هو المقصود بوحدة الحمل المبكر، وكيف الوحدة هاي تتميز عن باقي الخدمات في مستشفى لطيفة. طبعا كلنا نعرف أنه الحمل بذاته يعني يدخل الفرحة على قلب الأسرة، على قلب الحامل. صحيح. فهو الحمل نفسه حاجة يعني مبهجة، وبالتالي إحنا استحدثنا هاي الوحدة. طبعا هي مش حديثة، هي تقريبا من 20 سنة. نعم. ولكن كل ما يكون في تطور معين إحنا نضيفه لهاي الوحدة. هاي الوحدة تشمل تقدم خدمة مميزة للحوامل في أول الأشهر الثلاث الأولى. صحيح. يعني قبل الأسبوع 12 أو 13 من الحمل. فبالتالي إحنا نغربل الحالات اللي هي الحرجة. نكتشف مثلا في بعض الأحيان نكتشف بعض الحالات اللي ممكن تستدعي تدخل من ناحية النسائية في بداية الحمل. صحيح. إحنا نقدم هاي الخدمة لفئة معينة زي ما تفضلت، فئة معينة خاصة من الحوامل. الحمل إذا صاحبه أي مشكلة مثل مشاكل النزيف مثلا، الحرمة تتوتر، يكون عندها يأثر على نفسيتها، تكون ما عارفة وين تروح. صحيح. المتابعات العادية، تحويل من عيادة خارجية لمستشفى لطيفة مثلا يأخذ تقريبا من 3 أسابيع لأربع أسابيع، فهي أشياء مو يعني هي طارئة تعتبر. فإحنا استهدفنا هاي الوحدة لمتابعة الحالات اللي نسميها ممكن نسميها حرجة أو المستعجل يعني متابعتها، فبالتالي نعطيهم موعد قريب. الوحدة تعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس في أوقات العمل المعروفة من الساعة 8 تقريبا للساعة 2، ونشوف تقريبا عدد معين وعدد كبير من المرضى المتابعين. هاي الوحدة تقدم يعني خدمة للحوامل اللي هم مثلا كان عندهم فترة طويلة من العقم وحملوا أطفال الأنابيب، الحمل المصاحب له السكر، الضغط، بعض الحوامل اللي هم مثلا تخطوا عمر 38 خاف عليهم مثلا يكونوا حاملين لا سمح الله بمتلازمة داون، الحوامل اللي هم يصاحبهم نزف مثل ما قلت من قبل. صحيح. هذه الحوامل الفئة هاي احنا نشوفها ونتابعها عن كثب،
في هاي الوحدة. صحيح دكتورة، طبعا يعني مثل ما أنت تفضلتي بأهمية هاي الوحدة، لأن يعني مثل ما ذكرنا نحن أن مستشفى لطيفة هو مستشفى يعني متخصص للنساء وأيضا الأطفال، وكثير يعني موجود الخدمات اللي خاصة بالنساء سواء الحوامل أو العيادات المختلفة، ولكن اللي يميز هذا دكتورة مثل ما ذكرنا أنه يعني وحدة متميزة، ويعني مجموعة ونوعية النساء اللي يعني اللي يتلقون هاي الخدمات أيضا بحاجة ماسة لهاي الوحدة، لأن أكيد مرة ودكتورة في ظروف يعني مثل ما ذكرت أنت الحقيقة أنا يعني أعجبني بأن أيضا أنتوا تقدمون خدمة لفئة يعني النساء اللي كانت عندها يعني المرأة اللي كانت عندها مشاكل في الحمل في العقم، فيتم دائما يعني موضوع علاج العقم يأخذ فترة طويلة فترات طويلة، فأكيد المرأة تحتاج إلى يعني قسم مثل وحدة الحمل المبكر بحيث أنها تحس بأمان وتحس براحة أن أتي يعني خلال الثلاث شهور الأولى من الحمل يكون يعني مطمئنة بأن الحمل ما في أي مشاكل. وأيضا دكتورة عجبني الحقيقة يعني الوحدة ما تقدم فقط يعني خدمات علاجية، وأنت ذكرتي أيضا أنتوا تأخذون بعين الاعتبار الجانب النفسي أيضا دكتورة. طبعا لازم، لأنه الأم الحامل في بداية الحمل بالذات إذا كانت يعني أول حمل لها، سواء كانت حملت مثلا بعد عقم أو حتى بكرية يعني أول حمل، صحيح تكون ما تعرف كثير أشياء. الإدوكيشن تعليمها إحنا نعطيها بعض النصائح اللي هي المهم تأخذها، لازم نعمل لها ري أشورنس، يعني نعرفها أنه هذا طبيعي، مثلا عندها وجع عندها لوعة تقول أنا تعبانة وايد، هذا كله طبيعي كله متوقع يحدث الحمل، فهي إحنا we are reassuring them معظم الأحيان، بالذات لما تشوف مثلا تكون في أول الحمل وصار عندها نزيف وشافت نبض البيبي، فهي بترتاح نفسيا بدل ما هي مثلا تأخذ موعد بعد أسبوعين ولا بعد ثلاث أسبوعين. إحنا بابنا مفتوح، يعني نحاول بقدر الاستطاعة إنه نعطيهم موعد قريب على أساس إنه إحنا نريحهم نفسياً وكمان صحياً. صحيح. نعم دكتورة، ممكن تخبرينا الحين في ظروف كوفيد 19 كيف يتم تحويل حالات الحمل المبكر هذه إليكم أنتوا لوحدة الحمل المبكر، كيف يتم التحويل؟ الأماكن اللي بيتم تحويل الحوامل في الحمل المبكر وحدة الحمل المبكر تتم عن طريق العيادات الخارجية اللي تابعة لهيئة صحة دبي. نعم. نفس الكريتيريا، نفس الصفات اللي احنا حاطينها مثلا في البوليسي تبعتنا، فاحنا في عندنا بعض الحوامل لهم حالات خاصة فيتم تحويلهم، وطبعا نأخذ الحيطة والحذر بالنسبة للكوفيد 19. الحالات اللي مثلا أحيانا تكون مثلا جت المستشفى حضرت في الطوارئ فتكون محولة من قبل الطوارئ، أحيانا تكون محولة من قبل مراكز أطفال الأنابيب، وأحيانا تكون محولة من العيادة نفسها من العيادة النسائية تكون محولة لوحدة الحمل المبكر. فإحنا يعني توصلنا للتحويلات من مناطق معينة من عيادات معينة، وبالتالي يتم غربلتها والنظر في يعني فحص الأم، تجرى متابعتهم متابعة دقيقة جدا بأخذ التاريخ المرضي للحمل والتاريخ المرضي للأم والحمل السابق، مثلا تعرضت كان طبيعي ما كان طبيعي، كان عندها مشاكل في الولادات السابقة أو بالحمل السابق. إجراء طبعا تفحص تصوير تلفزيوني، هذا لازم كل زيارة تيجي على وحدة الحمل المبكر بأحدث الأجهزة الحمد لله التصويرية، وكذلك تجرى بعض الفحوصات فحص الدم فحص البول، هذه لازم في كل زيارة نسويهم فحوصات. نعم يعني دكتورة مثل ما ذكرتي يتم تحويلهم، يعني يمكن للحامل إنها تراجع المركز الصحي القريب منها، وإذا كانت تستدعي حالتها مثلا طارئة أو أول حمل مثل ما قلتي أو عندها أي مشاكل بالحمل، فهي هنا تتحول إلى وحدة الحمل المبكر في مستشفى لطيفة. مضبوط. أي طبعا بعد إحنا في بعض التحاليل اللي تقوم فيها هاي الوحدة، تحاليل مثل ما ذكرت في السابق إنه تحليل الدم، وبعدين في كمان تحاليل ثانية إنه إحنا إذا كان عمر الأم مثلا فوق 35 في بعض التحاليل
فتحليل الدم اللي بيطلع الكروموزومات مال الجنين اللي ممكن تعطينا فكرة إنه هذا الجنين لا سمح الله داون سيندروم أو لا. نعم. وفي تحليل بالصورة، إحنا نسوي صورة للجنين ونأخذ بعين الاعتبار قياس سماكة رقبة البيبي، رقبة الجنين، وهاي السماكة لازم تكون لها يعني بالمليمترات سماكة معينة، وبالتالي تعطينا فكرة إنه هذا البيبي بإذن الله 99% بيكون سليم، وبالتالي الأم بتكون يعني تقريبا إنه إحنا نشرح لها إنه البيبي حيكون سليم. وبالتالي بعد يعني في فحوصات أخرى سوف تتم خلال الأشهر القادمة على إنه نأكد إنه هذا البيبي سليم. صحيح دكتورة أمل، الحقيقة يعني خدمات مميزة، وأنا متأكد إنه يعني عندكم ضغط كبير في هاي الوحدة، لأن يعني اللي سمعناه الصراحة يعني شيء مميز وشيء يعني مختلف، كيعني عناية خاصة للنساء اللي عندهن مشاكل خلال الثلاث شهور الأولى من الحمل. دكتورة يعني على عجالة، لو بتعطينا كلمة أخيرة لوحدة الحمل المبكر أو للنساء اللي مثلا عندهم أي مشكلة إنه ممكن يعني يستفيدون من هاي الوحدة. أنصح جميع أخواتي الحوامل، أي واحدة شاكة أنه عندها أي مشكلة أو حاسة عندها مشكلة أو عندها أي صار عندها أي أعراض مثل النزف، أو هي الحامل مصاحب للحمل السكر أو الضغط، أو لا سمح الله عندها يعني تاريخ سابق بمتلازمة داون مثلا، أو أي مشكلة بالبيبي لا سمح الله، يجب عليها أن تتوجه لمستشفى لطيفة عن طريق، حتى لو عن طريق الـ تأخذ موعد يعني بالعيادات عيادة الحمل المبكر. نعم. أو إذا لم تستطع عن طريق الطوارئ، تيجي على الطوارئ وإحنا بابنا مفتوح، وإن شاء الله إحنا بنخدم لها نحولها على وحدة الحمل المبكر. وطبعا بعد أي عيادة القريبة من بيتها تسجل فيها وبيحولوها لعيادة الحمل المبكر. نعم دكتورة أمل القدرة، استشارية نساء ولادة في مستشفى لطيفة، دكتورة أنت غنية عن التعريف، وشاكرين لك تواجدك اليوم معانا، وشاكرين لك وقتك دكتورة. والحين أعزائي المستمعين بننتقل للفاصل الإعلاني وراجعي لكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لفقرات برنامجنا اختيامنا، شو عندنا الحين؟ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت اسم التهاب السحايا. طبعا أخوي عبد الله، التهاب السحايا هو التهاب الأغشية الثلاثية اللي تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي. يمكن أن يحدث التهاب السحايا بسبب العدوى بالبكتيريا والفيروسات. نعم. ويسبب التورم من التهاب السحايا عادة أعراض مثل الصداع والحمى والعنق المتصلب، وبعض حالات الالتهاب تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، وحالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاج طارئ بالمضادات الحيوية. نعم، ومن مصطلحنا الطبي التهاب السحايا اختيامنا عيال، بناخذ فقرتنا التالية اللي هي فوائد الشاي الأخضر. طبعا فوائد الشاي الأخضر تعرفين اختيامنا كثيرة، ونحتاج أيضا أن نسمع أكثر من الأستاذة مريم علي، أخصائي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة مريم صباح الخير. صباح النور أخوي عبد الله، ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام. اليوم إن شاء الله راح نتطرق لموضوع الشاي الأخضر ونتعرف على فوائده ونفيد محبي الشاي الأخضر، وفي نفس الوقت نحاول نشجع المستمعين على تجربة شرب الشاي الأخضر. نعم. مثل ما هو معروف أن الشاي هو أحد أكثر المشروبات الساخنة والشعبية، ومعروفة في جميع أنحاء العالم. موطنها الأساسي هو يكون الصين والهند وسريلانكا. وغير أنه معروف كمشروب،
في الوقت الحالي تقريبا دخل في العديد من الصناعات الطبية والتجميلية، في منها كمكملات غذائية، فيه تكون على شكل غسول دوائي للفم، وفيه المعدات الطبية، الكريمات والشامبوهات والعطور. نتعرف على القيمة الغذائية للشاي الأخضر. في الغالب معروف أن الشاي الأخضر فيه نسبة مضادات أكسدة وبكميات كبيرة، وفيه في نفس الوقت مضادات الالتهاب ومضادات الجراثيم اللي هي الفلافونويد ومركبات البلوبينول، وهي تكون بعد في نفس الوقت خالية من السعرات الحرارية، يعني هي صفر سعرات حرارية، وفيها القليل من المعادن البسيطة اللي ما تذكر، الفسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، وفيها نسبة بسيطة من الكافيين، تعتبر من المنبهات البسيطة، يعني الكميات اللي نحن بناخذها تقريبا من نقول شرب الشاي الأخضر تكون تقريبا في معدل 5 أكواب، 6 أكواب إلى 7 أكواب في اليوم ممكن نحن ناخذ، لأن نسبة الكافيين اللي فيه تقريبا 30 ميلي جرام، فنسبة بسيطة بتكون، بس في فئات معينة لازم ينتبهون لنسبة الكافيين واللي راح نذكرها ونتطرق لها إن شاء الله. فوائدها في عدة دراسات كثيرة سووا على الشاي الأخضر، وأكثرها تشير على أن الشاي الأخضر معروف أنه يحسن المزاج، يبعد التوتر، وبالتالي هو يقلل من أعراض الاكتئاب، وفي نفس الوقت هو ممكن يكون محسن جيد للأداء الرياضي. دكتورة شجعتينا الحين بشاي أخضر على هالكلام أنه يحسن المزاج ويخفف استرخاء من التوتر. لا، في أشياء ثانية حلوة بعد. يلا عارفين عليها. عندنا بعد مثلا كما أنه بعد يحافظ على صحة الفم واللثة، مثل ما قلت لكم في بداية الموضوع أنه فيه مركبات طبية منها الغسول الدوائي للفم. صراحة أستاذة مريم إحنا حاطين في بالنا الشاي الأخضر بس يضعف، أنا أشوف اللي يبون يضعفون يشربونه، ما كنت أدري إن الصراحة في فوائد هالكثرة. هو يساعد ممكن على تنزيل الوزن، ولكن بشروط بعد. نعم، نكمل فوائد عيل دكتورة عشان الوقت بعد. إن شاء الله. تعزيز وظائف خلايا المناعة، وبالتالي هو يقلل من عدوى الإنفلونزا، وفي نفس الوقت هو بيقلل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض اللي هي يخفض من خطورة الإصابة بالسرطانات، ويحافظ على صحة الكبد، وخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ومثل ما قلنا يحسن من تنشيط العمليات الأيضية وحرق الدهون، وهذا بالتالي ممكن يساعد على أن الواحد ينزل وزنه، كما أنه يحفز نشاط الخلايا البانية للعظام، وبالتالي من يمكن أنه يحسن كثافة العظام. بس نبغى نقول نقطة مهمة اللي هي أن شرب الشاي الأخضر مو هو المؤشر الأساسي للوصول مباشرة للفوائد هاي، لازم يكون فيه عوامل ثانية مرتبطة معاه، اللي هي في اتباع نظام غذائي متوازن، في رياضة، فيه ساعات نوم حلوة تكون، هاي الأشياء ممكن اللايف ستايل بشكل عام يكون منظم وحلو مع شرب الشاي، ممكن يساعد أن هاي الفوائد تطلع بشكل حلو ومنظم. نعم أستاذة مريم، تعطينا بس نصيحة أخيرة حق محبي الشاي عشان ننتقل لفقرتنا الأخيرة من البرنامج. أنا كنت بتكلم شوي عن الأضرار إذا في مجال. دكتورة عشان الوقت بس ما يسعفنا، ممكن تقولي لنا أنت نصيحة منك حق محبي الشاي، ونرجع حق أضرار الشاي الأخضر في حلقة ثانية إن شاء الله.
إن شاء الله. هي النصيحة اللي أنا أباها أوضحها، نعم. في فئات معينة من الناس لازم تنتبه لشرب الشاي، اللي هم عندهم فقر دم، الحوامل، الرضع. طبعا هو هذا الشاي الأخضر يعتبر شاي آمن لكل الناس، بس إنه ينتبهون للكميات اللي يشربونها. وفي ناس بعد اللي معتمدين على الأدوية، التداخلات الدوائية جدا مهمة، لأن في دراسات كثيرة تشير على إن الشاي الأخضر يأثر على مفعول الأدوية، خاصة أدوية الاكتئاب، المضادات الحيوية، تميع الدم، وفي أشياء ثانية غيرها. فهذه للناس لازم ينتبهون بشكل كبير. نعم أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية، إن شاء الله بنتطرق لهاي المواضيع كلها في حلقة أخرى معاك إن شاء الله. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، وشاكرين لك هاي المعلومات القيمة. الله يسلمك، شكرا جزيلا. نعم أختي آمنة، ومن بعد ما سمعنا من الأستاذة مريم علي عن فوائد الشاي الأخضر، بننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الثانية، فقرة صحة المرأة، واليوم تحت عنوان رعاية المرأة ما بعد الولادة. أختي آمنة، نحن تكلمنا اليوم طبعا في فقرات البرنامج مع الدكتورة أمل القدرة عن وحدة الحمل المبكر. نعم. الحين بنستضيف الدكتورة مي غباش، أخصائية طب الأسرة في قسم الطفولة والأمومة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلا وسهلا، صبحت الله بالنور أخ عبد الله. مرحبتين دكتورة. نحن الحقيقة يعني اليوم كأن نحس أن يعني خدمات أو الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الخاصة بالمرأة والطفل كنظام متكامل. اليوم كانت معنا الدكتورة أمل القدرة، وتحدثنا معها عن أحد الأقسام المميزة الحقيقة في مستشفى لطيفة، وتحدثنا عن وحدة الحمل المبكر. وحديثنا معاش اليوم دكتورة المرحلة اللي هي ما بعد الولادة، الخدمات المميزة اللي تقدمها الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي عن رعاية المرأة ما بعد الولادة. ونحن نعرف دكتورة أن المرأة يعني من بعد الولادة تمر بمشاكل، وتمر يعني مثل ما نعرف في بعض الاضطرابات ممكن تكون هرمونية، وتمر أيضا مرات في مراحل نفسية. فحابين الحقيقة يعني نعرف أكثر دكتورة عن الخدمات المميزة اللي تم تقديمها من قبل الرعاية الصحية الأولية، ولو تحدثينا أيضا دكتورة عن الاضطرابات اللي ما بعد الولادة التي قد تواجهها الأمهات، وكيف يتم يعني رعايتهم بشكل مميز من قبلكم دكتورة مي. طبعا المرأة والطفل هم نصب عيننا في بشكل عام، لأنهم يعتبرون من أهم الفئات العمرية اللي مفروض يكون أساس للمجتمع. صحيح. عشان كذي نوفر لهم هاي الخدمات، ومن هاي الخدمات اللي هي مثل ما قلنا رعاية المرأة ما بعد الولادة. طبعا أول شيء خلنا نعرف شو معنى رعاية المرأة ما بعد الولادة، اللي هي فترة النفاس المتعارف عليها. صح. كيف يعني؟ هي الفترة التي تلي الولادة، وعادة تمتد إلى 6 أسابيع، بحيث أن أنظمة الجسم عند المرأة تعود لحالتها الطبيعية اللي كانت عليها قبل الحمل. نعم. وهاي الفترة طبعا فترة صعبة، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وأرشد المرأة إلى كيفية تخطي هاي المرحلة، وكيف توفر صحة لها ولطفلها. وكذلك نحن من الله جعلنا وسيلة لهذا، لأن نساعد المرأة في هذه المرحلة. فمن الخدمات اللي نوفرها للمرأة من خلال الرعاية الصحية الأولية قسم الأمومة، أن تكون عندها متابعة مستمرة. وهذه المتابعة أولاً تكون على 6 أسابيع بعد الولادة. طبعاً هاي يعني كزيارة، وتكون عن طريق المواعيد وكل شيء. لكن في حالات ممكن المرأة تنشاف فيها قبل. فمثلاً بعض الأشياء، بعض الـ الأمور ممكن تمر فيها المرأة، مثل ما قلنا التغيرات الهرمونية اللي تأثر على نفسيتها وعلى جسدها كذلك، ممكن تأثر بعد، يعني ممكن تسبب لها أشياء، يعني مش هي في يعني المفروض إحنا مثل ما نقول ريد فلاج لازم تنتبه عليها. من هذه الأشياء أن يكون مثلا عندها لا سمح الله آلام الريل، ولا تكون عندها تورم، ولا أي نوع من الإحمرار. لازم في هذه الحالة أن المرأة ما تتريى الموعد، لازم تزور طبيب
طبيب الطوارئ، لأن إحنا في هذه الحالة نخاف أن يكون عنده تجلط في الأوردة الدموية. وعادة ننصح المرأة بالحركة، يعني ما هم عادة متعارف عليه أن الحرمة في الأربعين لازم ما تتحرك وما تغير موقعها وتسير وترد، لكن هذا الحين أثبتت الدراسات أنه بالعكس يحميها من التجلطات. وكذلك النقطة الثانية اللي لازم المرأة تنتبه لها في هذه الفترة المهمة طبعا والحساسة، إذا صار لها لا سمح الله أعراض مثل صعوبة في التنفس ولا آلام في الصدر، هذا بعد ممكن يكون مؤشر أن يكون عندها لا سمح الله الانصمام الرئوي اللي هو يسمونه pulmonary embolism. هذا بعد من الأشياء اللي تضطر المرأة أن تسير فيها للمستشفى وتشوف أقرب طبيب. كذلك ممكن يكون عندها زيادة في، يعني يكون عندها نزيف بشكل كبير، وها بعد تحتاج فيه رعاية يعني طارئة. وممكن يكون عندها أعراض حمى أو آلام، وها ممكن يكون بسبب مثلا عندها التهاب في مكان معين في جسمها. نعم دكتورة، يعني هاي هي الاضطرابات اللي ذكرتيها اللي أتي بعد الولادة للمرأة. نعم هذه الطارئة، يعني هاي ممكن تشوفها في خلال الأيام الأولى. وطبعا اللي يلعب دور فيها هي المرأة، شو اللي مرت به في خلال الحمل، وشو تاريخها المرضي، وكذلك شو كان كيف كانت ولادتها، هل كانت ولادة طبيعية، هل ان هي سوولها قيصرية، هل كان في جروح، هل جروح ضمدت صح، هل الجرح كان ما يكون في اي اعراض للالتهاب، يعني ما يسبب لها حمى، ما كان ما في احمرار. بعد هالاشياء وايد مهمة خاصة في الأول أيام اللي بعد الوضع، يعني في الولادة عقب ما تطلع من المستشفى لازم تنتبه على هذه الأشياء. نعم دكتورة، ممكن تعرفينا قسم الطفولة والأمومة بهيئة الصحة بدبي شو يقدم حق المرأة يعني كرعاية ما بعد الولادة؟ هذا القسم طبعا قسم جدا مهم، لأن نحن نتابع فيه المرأة مثل ما قلنا والطفل. المرأة على 6 أسابيع يكون لها موعد معتمد من خلال هيئة الصحة، بحيث أنها تنشاف عن طريق الطبيب ويشوفوا لها، يعني يشوفون كل المرأة ككل، هي وطفلها مثلا، يشوفون جانب الرضاعة، يشوفون الجانب النفسي، مثلا إذا كان عندها جروح بسبب الولادة بعد يريدون يراجعونها. طبعا في بعض التحاليل والفحوصات تنعمل للمرأة في خلال هذه الزيارة. نعم. هي من هذه الفحوصات أن يكون عندها فحص الدم، نشوف مثلا لازم نكشف عن الأنيميا، لأن أغلب النساء بعد الولادة يكون معرضين للأنيميا اللي هو فقر الدم بسبب اللي يفقدونه من دم في الولادة وكذي، فلازم نحن بعد نتأكد ونسوي لهم فحص الدم ونشوف قوة الدم عندهم الهيموغلوبين. وإذا احتاجوا مثلا علاج نعطيهم مكمل الحديد، أو مثلا بعد ممكن ننصحهم بالأكل الغني بالحديد والفيتامينات، وكذلك بعد ننصحهم يكملون بالمالتي فيتامين اللي هم أصلا كانوا يأخذونها خلال فترة الحمل. هذا واحد بالنسبة للأنيميا. وكذلك في بعض الأمهات يكون عندهم مثلا خلال الحمل أمراض مزمنة، أمراض عفوا يعني هي يعني تسمى أمراض مزمنة مثلا الضغط والسكر، هذين يبالهم رعاية خاصة، يعني ممكن نشوفهم حتى أبكر عن 6 أسابيع عشان نشوف قراءات الضغط عندهم ونشوف قراءات السكر ونرد نسوي لهم تحاليل اللي خاصة مثلا في وظائف الكلى ونشوف وظائف الجسم بشكل عام هل تأثر، ونشوف هل هم يقدرون يوقفون الدواء أو يكملون عليه أو يحتاجونهم مثلا نضيف لهم الجرعة. فهذين يحتاجون رعاية يمكن شوي أبكر، وممكن يحتاجون أيضا تدخل أخصائي الباطني كذلك. نعم دكتورة. نعم تفضلي. سامحيني. تفضلي. لا دكتورة كنت بس عن الفحوصات الثانية يعني. تفضلي. لا تفضلي نتطرق لجميع الفحوصات وننتقل لمحورنا الثاني. هي بالنسبة للفحص اللي نسويه بعد الثاني هو مسحة عنق الرحم. طبعا هذا الفحص جدا مهم للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم نسميه باب سمير. نعم. وكذلك يكون في طبعا فحص سريري نشوف فيه المرأة، يعني نشوف نسوي له فحص ثدي نشوف إذا كان عندها مثلا لا سمح الله أي أورام أو أي غدد منتفخة، ولا نشوف لها بعد إذا في جروح بسبب الرضاعة، أو بعد نقيم رضاعة طبيعية بشكل عام نشوفها، يعني نخلي الأم تيلس ونشوفها كيف ترضع طفلها، لأن في هذا نوع من التقييم، ونشوف بعد إذا مثلا تحتاج أي مساعدة وضعيتها صح، هل الطفل يواجه صعوبات في الرضاعة، هل هي عندها مشاكل كذلك في الرضاعة، هذا لازم كله نحن نتناوله في خلال هذه الزيارة. وطبعا الرضاعة الطبيعية وايد مهمة ونحن نتابعها مو بس بعد الحمل، حتى قبل الحمل، لأن
قبل يعني عفوا ما تولد، اللي هو في فترة الحمل عندنا أخصائيين بس للرضاعة، وهذه الأخصائيين ومن ضمنهم طبعا طبيب الأسرة، وكذلك هو مثل يسمونه التيم، يعني يشتغلون على هذا الشيء بحيث أن يحفزون الرضاعة الطبيعية، لأنها لها أبعاد وايد إيجابية للمرأة. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي دكتورة، المرأة لما تكون حامل ولما تمر بتجربة الولادة وبعد الولادة الضغوطات اللي تمر فيها، سواء عن طريق الرضاعة الطبيعية أو عن طريق يعني الهرمونات اللي تتغير في جسم المرأة، ممكن أن المرأة تدخل في حالة اكتئاب ما بعد الولادة. دكتورة، دكتورة وين تنصحينها تتوجه إذا دخلت في هذا الاكتئاب ما بعد الولادة بسبب كل هالضغوطات اللي تمر فيها؟ طبعا اللي هو نحن ما نسميه في البداية، نحن ما نسميه اكتئاب، كيف؟ نعم. لأنه يسمى هو الحزن العابر اللي هو postpartum blue، هذا يصيب المرأة خلال الأيام الأولى من الولادة، عفواً يعني من بعد الولادة إلى 15 يوم تقريباً. شو يصير عندها؟ هذا طبعاً بسبب مثل ما نقول الدروب في الهرمونات المفاجئ وتغيير الهرمونات عندها في الجسم، فهي تحس إن عندها اضطراب مثلاً في النوم، تصيح في أسهل، تكون البكاء عندها في أسهل من العادة يعني. وعادة شعور عدم شعور بالفرح بالولادة، وعادة هذا النوع من الحزن العابر مثل ما يقولون ما يحتاج للعلاج، ويصيب تقريبا من 80-60% من النساء، ونتيجة مثل ما قلنا تغيير في الهرمونات. لكن مثل ما تفضلت يا أخت آمنة، إذا هاي الأعراض زادت أكثر عن 15 يوم وزادت الأعراض بحيث أنه يتحول لاكتئاب، تشعر في المرأة بالحزن الشديد وتشعر بالذنب، ونظرتها للمستقبل تكون كآبة، وعندها أفكار سلبية سواء تجاه نفسها أو تجاه طفلها، في هذه الحالة لازم نحولها لطبيب النفسي بحيث أن يعالجها عن الاكتئاب، لأن هذا يعتبر اكتئاب. صحيح دكتورة مي، طبعا احنا يعني من خلال حديثك بأن يعني القسم هذا أو الرعاية هاي، رعاية المرأة ما بعد الولادة، الحقيقة أنا سمعت أنه لا يختصر فقط على يعني جزئية معينة من العلاج وإنما أو الخدمة، وإنما هي منظومة الحقيقة سمعنا منك دكتورة متكاملة، يعني يتم دعم وعلاج المرأة من بعد الولادة من الجانب العلاجي ومن الجانب النفسي ومن الجانب جوانب كثيرة اللي تحتاجها المرأة بعد الولادة. دكتورة عندنا دقيقة فقط، لو تعطينا مثلا كلمة أخيرة نصيحة في هذا الجانب. ألو ألو، مرحبا دكتورة. مرحبا، سامحني أخ عبد الله ما أدري يمكن قطع. المهم أنا دائما بقول وأكرر، الرضاعة الطبيعية جدا مهمة ونحفز لها، لأنها هي بالتالي تعكس تغييرات اللي تعرض لها جسم الأم في الحمل، بحيث أن حتى أن تحمي الأم من الإصابة بالسكر. نعم. كل ما رضعت أكثر يكون مثلا مخزون الدهون ومخزون مقاومة الأنسولين عندها يقل، فبالتالي تكون أقل مثل ما قلنا عرضة للإصابة بالسكر. نعم. كذلك عندها يقل من خطورة بالإصابة بأمراض القلب، مثل أثبتت الدراسات أن المرأة اللي ترضع عندها تقل عندها الإصابة بالأمراض القلب بمدة يعني حتى 29% يعني. نعم. يقول لك دكتورة. كذلك وسرطان الثدي طبعا احنا في شهر الحين اللي هو نحفز فيه عشان الكشف. نعم. المبكر عن سرطان الثدي، واحد من العناصر المهمة اللي ممكن تأثر على الإصابة بسرطان الثدي، حتى لو كان في تاريخ يعني أسري في اللي بسرطان إصابة بسرطان الثدي، هو بعد الرضاعة الطبيعية. نعم. عشان في أعيد وأكرر، الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لصحة المرأة والطفلها، صحيح، مناعتها ومناعة طفلها. نعم دكتورة مي غباش، أخصائية طب أسرة في قسم الطفولة والأمومة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة على هاي الخدمات المميزة، وشكرا أيضا لفريق العمل معك، كل الشكر والتقدير دكتورة.
مستمعينا الأعزاء واختئامنا وصلنا إلى نهاية فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن قدمنا مادة طبية ومعلومات أيضا صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل معنا اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد. شكرا آمنة. شكرا لك أخوي عبد الله. شكرا العفو، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودائما نقول دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.